حلقه افكر بس الناس كنا موجودين في حلقه انا وحضرتك واعتقد استاذ محمود صبري على ما اتذكر، واتكلمت وقلت لي اسلام لازم نفتح ملف الانديه الشعبيه ورعايه الشركات لبعض الانديه الشعبيه. فمثلا كنت تلاقي فريق زي سيراميكا كليوباترا مثلا، بما انه بيلعب في الدوري سيراميكا كليوباترا والمنصوره، يبقى سيراميكا كليوباترا المنصوره ويبقوا ده اللي حضرتك بتفكر فيه الناس، وتفكرهم كمان ان احنا قلنا عشان الناس ما تفكرش ان احنا في عركه، بمعنى قلنا ان اداراتنا بها انها في بدايات ومنتصف التسعينات لولاها لو ودعنا بقى الكره المصريه لمثواها الاخير اضافت بنيه تحتيه اللي هي بدايات ان تستثمر كشركه في كره القدم الصناعه، وعملوا قطاعات والتحفوا بالمدربين ابناء كبريات الانديه فكرا مش حكايه على الاقل عملوا استادات على الاقل. ما انا بقول لحضرتك فاستثمر في استاد، فاستثمر في قطاع ناشئين وكذا مواضيع، واحنا بنقول لهم كده ما اعرفش بيخصمونا ليه. احنا بنقول لك هات نموذج عالمي مثلاً زي بالظبط منتجك اللي انت شغال عليه بيزنس، انت بتروح وراء احدث الماكينات، بتروح وراء احدث بيسموها ايه الحاجات المحتويات الخامات. ايوه اذا لم تكن موجوده ها هنا ده في الصناعه بقى دي مصر. الخام موجود هنا مش هنستورد لعيبه، بل على العكس ستصدر هنا يا كابتن. المصارحه واجبه. الخطوره دكتور محمد قال حاجه مهمه قوي، علينا ان احنا نخليهم يعملوا، لا ده اللي هنخليهم يعملوا دول هم الذين اسرفوا في انهم اسرفوا في العمايل الغريبه اللي هي لا هي صناعه حقيقيه ولا هو استثمار حقيقي. صحيح. ويحيدك انت باعتبارك راجل لا عارف يعني ايه استثمار ولا عارف يعني ايه فرص نمو وازدهار لوطنك، وبالتالي نحن علينا أن نستقدم مشروع كامل يا دكتور محمد. طبعا. لا يكفي أبدا أن يأتي الدكتور محمد وآخرين كل في تخصصه علشان يقولوا لنا الدوري السعودي ماشي إزاي، لا، أو حتى الدوري الإنجليزي ماشي إزاي، لا، إحنا علينا أن إحنا نروح للكتيب اللي عمل على أساسه الدوري ده اللي كان عندنا زيه بالظبط في الهوايه. صحيح. وانا ده مش عوده للماضي عشان ما حدش يقول لك هتقولوا كنا وكان، ما هو يا عم هو ده اللي بيتبنى عليه. فلما يبقى اسماء قلناها هنا عشان ما نكررش تاني ونقعد نقول، قلنا مصطفى مراد فهمي، قلنا شريف بيه حبيب، ومجموعات من الشباب في لجان في الفيفا وليست لجان اللي هي بتروح المطوشه تمشي قدام الفريقين او اعلام، مع احترامي، لان دي اي حد شاطر هيعملها. طيب. لكن في لجان تخصصيه جدا. أيوه. قول له تعالى، وعلى الدوله حيث استقطاب الصناعه والمستثمر انها تفض الاشتباك ده وتقول له حدك وحد العشر سنين، وبعدها عايز تلعب فوق ملح عليك قوي ما يبقاش بقى اسمه المنصوره سيراميكا، لا تبقى المنصوره والراعي الرئيسي والرسمي ها هنا. أيوة. سيراميكا كده. انا بقى عايز اقول لحضرتك حاجه، حضرتك كلامك مظبوط 100%. اي بقى تعديل لغايه اما نوصل لكذا انسى يا كابتن، بنصرف في طيب. مين اللي هيعدل؟ لا يعني الدوله، لا الدوله، الوزاره، القوانين، قوانين ممكن الدوله عن طريق ايه؟ عن طريق ناس تيجي. معلش اخر حاجه عشان برضو كله فاكر ان هي ملهاش راس ورجلين. أيوة. الدوله هتجيب، فاكرين اللجنه اللي جت اسمها تطبيع، واللي الاخ انا بريد استبدلها بدل ما يجوا الاجانب، قال لك لا بدل ما تبقى معيره فاجيب احمد مجاهد، ومع ان احمد مجاهد ده من الشطار للامان. تمام. لانه تتلمذ ودخل اللجان اللي بنقول عليها دي، ولكن انت محتاج بقى بورد زي ده يجي علشان الكونسولات اللي هيعملوا ده اللي يقولوا يتنفذ، لانه هو كمان مش هيقعد في مصر يفكر، ده جايب لك يروح فكين مش عارف يوم. ده سؤالي كان لحضرتك يا دكتور محمد. وهكذا. انت عايز تقول حاجه؟ ده يجي يا كابتن يشتغل على فكره. طيب. لن تكون هناك كلفه على الدوله، بل صحيح. على العكس هيكون هناك مدخول بالعمله الصعبه. هو تنظيم تقصد بس؟ التنظيم يعني الدوله تنظم الحته على ان تفتح الباب بناس شغلتها. طيب. كده يسلموك. صحيح. على المفتاح يا كابتن، فيسلموك. هو يديك التاح. طيب هل ده المنظور بتاع الكاميرا والفيديو؟ طيب. هنتكلم على الكاميرا ودلوقتي كل حاجه دكتور محمد. هل الدوري المصري او كره القدم المصريه او الرياضه في مصر، خلينا في كره القدم بما اننا بنتكلم عليها، تحتاج لتطوير اللوائح بمراجعه
بعض النماذج الاوروبيه؟ انا هقول بس ارقام كده عشان دايما لغه الارقام بتوصل لنا فضل. المشكله فين. اتفضل. لو النهارده مسكنا 18 نادي وزي ما محمود بيه تفضل وصنفهم ما بين انديه جماهيريه وما بين انديه خاصه وما بين انديه شركات، ثلاث تصنيفات، كل الانديه اللي هم ال 18 بيجمعهم مشكله واحده هي الخساره. كلمه الخساره بتعم على الجميع، على الجميع الخساره في الميزانيه، الخساره الماديه فقط بتحوم وبتمس كل الانديه. لما امسك النادي الاهلي ولحد ما امسك اخر نادي ابص الاقي ان بدراسات الجدوى وبالمكسب وبالخساره وبالدخل وبالمصروف بستطلع النادي الاهلي بره، لان النادي الاهلي ميزانيته الاخيره كسبان فيها حاجه. هقول حاجه، لا انا هقول حاجه بس مرتبطه بكره القدم. اتفضل. واللي الفيفا وصت واكدت على وجود دوري محترفين، واكدت في جوه دوري المحترفين ان تدار كره القدم جوه الانديه بنظام الشركات. حقيقي. وبدات بالفعل اولى الانديه اللي عملت شركات مساهمه ونجحت فيها كره القدم اللي هو النادي الاهلي. صحيح. ويتبعوا بعض الانديه عملت يعني خطوات كويسه جدا بس كلها على الورق عشان دخول البطولات الافريقيه. طيب. خليني ارجع لاقول الاهلي كمان من ضمن الانديه ان انا برضو ما استثنيتوش، لاني انا بفصل كره القدم عن مداخيل النادي الاهلي ككيان. انا بتكلم عن كره القدم بمعنى ان انا اجيب المصروفات اللي بيصرفها كره القدم على مدار السنه وبرجع اشوف بقى حقوق التسويقيه والتجاريه دخلت كام، ابص الاقي بالارقام. طيب انا دي مش هقدر اكلم عليها مع النادي الاهلي، لان انا الحقيقه لو كنت اعرف انا درست الموضوع من ناحيه الاهلي. لا انا مش قصدي، انا بقول لحضرتك النادي الاهلي بوجود الدكتور سعد شلبي طبعا كمتخصص للتسويق وبارع جدا العظيم في الحته ديت، وبالارقام النادي الاهلي في ميزانيته في الجمعيه العموميه الاخيره محقق اكتر من مليار و300 مليون جنيه فائض. ففي هو بيكسب. لا لا، الفائض 100 حاجه و50 مليون ده فائض. انما انا بتكلم حضرتك عن كره القدم تحديدا. انا بقول النادي الاهلي والزمالك تمام. هو كمان بس الاهلي ليس لديه فرصه 100% في انه يبيع ويشتري، لانه عنده دور مجتمعي مع الدوله. بالظبط كده. وفي نقطه ثانيه بيلعبوا ليه، لانه ما يقدرش يقول ساختار مجموعه من الشركات واعمل بينهم اعلى دخل، لانه عايز يحافظ على الدور المجتمعي في ثمن التذكره في ثمن كذا. ينور عليك. ان هو يقدر ما النادي الاهلي بس اللي عايز. انا ما اجيبش نموذج دي على فكره، دي قضيه مهمه جدا نقدر نبقى نتكلم فيها وكيفيه بتاع. ولكن احنا بس السؤال بالنسبه لي المشروع بقى على بعضه هو الاهم يا كابتن. التطوير اللوائح، هل احنا محتاجين بالفعل لتطوير اللوائح زي ما الاستاذ عصام قال وزي ما كابتن حشيش والاستاذ محمود اتكلموا؟ رابطه الانديه بالفعل يا فندم بدات تخرج للنور بعد محاولات تعدت اكتر من 8 سنين. صحيح. ما بين خلاص هنبقى في رابطه، طب هي كانت لجنه، طب خلاص هتبقى رابطه، وبعدين تتجمد الرابطه وبعد كده تبدا تخرج للنور 2021. بالفعل بدات الرابطه تاخد شكل نظامي، بدات تستقل بالدوري زي ما احنا يعني شفنا ان هي الدوري بقى دوري رابطه الانديه، وبقى مسمى النهارده موسم 2023-2024 دوري النيل. فحقق اعضاء، حقق الدوري وخرج الاستاذ احمد دياب قال ان احنا النهارده حققنا 40 مليون جنيه بتغيير مسمى الدوري بس دوري النيل. فالرابطه النهارده عليها دور مهم جدا ان هي تبدا تحط لوائح وقوانين تنظم عمليه الحقوق وعمليه توزيع الحقوق. والنهارده مين الخبراء دكتور اللي في المسوقين والكذا في الرابطه؟ مين؟ بص حضرتك، انا النهارده وجود بعض الناس زي الكابتن خالد رفعت كممثل وخبير تسويقي موجود في الرابطه، موجود اللي هو ثروت سويلم، وموجود الاستاذ احمد دياب وبقيه المجموعه اللي موجوده، هم كمان يقدروا يستعينوا بمستشارين. مش هنقول نزود، بس خلي بال حضراتكم انتوا هنا بتتكلموا، مش نحط ايدنا على الحاجات. معلش معلش. نعم. لا لا، هقول لحضرتك حاجه بس. أيوة. احنا دلوقتي عمالين نتفرع في امور كثيره جدا. انا اللي يهمني دلوقتي دي قضايا اخرى نستطيع ان احنا نتكلم فيها. الرابطه نفسها قضايا ممكن نستطيع ان احنا نتكلم فيها، ولكن احنا لما بنتكلم انا بتكلم على منتج الدوري العام المصري. فمثلا عندما نتكلم عن منتج الدوري المصري بنتكلم عن ايه؟ اول حاجه هتتكلم عنها ايه؟ الاستادات. فاول ما تتكلم هتتكلم عن استاد القاهره، الملاعب، جوده الملاعب. فعمرك ما هتيجي تتكلم ومش هتبقى او مش هتعرف تتكلم الا على استاد القاهره، لانه استاد القاهره له
له كل حاجة حلوة جوه، ملعب عالمي، مدرجات عالمية، هناك بعض الأمور بتتعمل كمان خلال الفترة اللي فاتت. نعم استادو. ولكن هو ده بالنسبة لي، هو ده المثل اللي أنا أبص له وأشوفه. فبما أننا بنتكلم عن استاد القاهرة، خلينا نروح يعني أستاذ وليد عبد الوهاب رئيس هيئة استاد القاهرة. أستاذ وليد إزاي حضرتك يا فندم؟ أهلا بيك كابتن إسلام، وأهلا بالسادة المشاهدين والأستاذ عصام والضيوف اللي مع حضرتك. كابتن محمد حشيش، أستاذ محمود شوقي، دكتور محمد رفعت بيسلموا على حضرتك. طبعا ده شرف ليا، ده يعني لنا الفضل، ويعني ناس طبعا صحاب خبرة في المجال الرياضة. وأنا بشكر حضرتك كابتن على شكرك في استاد القاهرة، هذه الحقيقة بأهمية استاد القاهرة طبعا. طيب أستاذ وليد، الملاعب، أنا بالنسبة لي الملاعب، وزي ما قلت لما باجي أتكلم عن الملاعب وعن جودة النجيلة وعن